مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رح أحكي عن وصفة بتساعد كتير بعلاج التجاعيد. مكوناتها أول شيء الجزر، عادة من فوائد الجزر بيقلل التهابات الجلد، إضافة إلى أنه إضافته للنظام الغذائي بحسن كتير من مشاكل البشرة مثل الطفح الجلدي الصدفية، بحسن مظهر البشرة لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين اي. عصير الجزر يساعد في شفاء العديد من مشاكل الجروح، يسرع شفاء الجروح. كمان هو مفيد بالصدمات النفسية، احتواءه على البيتا كاروتين يقلل من التهاب الجلد وقاية من الاكزيما. احتواء عصير الجزر على فيتامين اي يساعد في استعادة الجلد شبابه واستعادة أنسجة وتجديد البشرة. لنقول يعد من مضادات الاكزيما، يحمي من أشعة الشمس، يحتوي على فيتامين اي طبعا اكيد، او البيتا كاروتين، لانه النظام الغذائي الغني بالبيتا كاروتين يساعد ضد اشعة الشمس فوق البنفسجية. اذا اول مكون هو معنا هو الجزر. طبعا كل ما كان الجزر مقطع اكثر بيكون احسن. راح نضيف مع هذه المكون اشياء تاني راح نحكي عنها، هي قشر البرتقال، ورح نضيف ورق الغار. هلا بالنسبة لورق الغار كتير له فوائد، بيساعد بتخفيف من حرقة المعدة، بيخفف من الانتفاخات، من الحموضة، من الامساك، ينظم حركة الامعاء، ممكن ينشرب مثل الشاي، يخفض مستوى سكر الدم، معد مضاد للاكسدة، ممكن مثل ما حكينا حتى إضافته للحم، مو بس لأنه بينكه، لا، لأنه بيساعد كتير بتحليل الدهون الموجودة. كمان يحمي من النوبات القلبية، بيحمي القلب، يحمي من السكتات الدماغية، لأنه يحتوي على مركبات خاصة بالقلب والأوعية الدموية، غني بالأحماض مثل الحمض الكفائك والكرسيتين والإيجانول ومادة البارثو ليندي. هي مواد تمنع تكون الخلايا السرطانية، يقضي على القلق. إذا تم تناوله قبل النوم فيساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ، يشفي من حصيات الكلى عن طريق تفتيته، ويشفي من الالتهابات. إذا المكون الثاني هو ورق الغار. من المكونات الثانية الموجودة بهذه الوصفة هو قشر البرتقال، اللي أنا منه عملت زيت البرتقال. وناطر نحكي عن هالوصفة مع الوصفة الثانية لنحطهم بحمام مائي. له طبعا فوائد للتخسيس، بيساعد على الهضم، كمان مضاد للالتهابات والعدوى، مضاد للجراثيم، حيث يثبط نمو البكتيريا. يمكن استخدامه بالغرغرة. كمان وقاية من السرطان، يحتوي على مركبات إلى قدرة في حماية الجسم من نمو الأورام السرطانية، يساعد في التخلص من السموم الموجودة داخل الجسم، ويعد مضر للبول، ينشط الجهاز اللمفاوي والكليتين، ويساهم في سرعة التخلص من السموم مثل الحمض اليوريك والأملاح الزايدة بالجسم، ويساعد في تخفيف احتباس السوائل. إذا الوصفة هاي رح أحكي لكم بالفيديو البعد كيف طريقة تحضيرها ولشو بتفيد بالنسبة للجلد.